بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده صباح يوم الجمعه 5 من ابريل 2024، الموافق كمان 26 من رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. شهر الخير والبركه بينتهي تدريجيا ويقترب علينا حلول عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اللي هو الجمعه في لقاء للنادي الاهلي مهمه جدا مع فريق سيمبا التنزاني في مباراه العوده. النادي الاهلي فاز في مباراه الذهاب بنتيجه 1-0، اول مره في تاريخ مباراه الكره المصريه عموما فريق مصري يفوز على فريق سيمبا التنزاني على ارضه، ودي نتيجه اكثر من روعه. الماتش ان شاء الله هيكون الساعه 10 مساء بتوقيت مصر باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. عندنا مجموعه مهمه جدا من الاخبار، ابرزها تصريح من شريف اكرامي. شريف اكرامي حارس الاهلي السابق ونجل حارس الاهلي السابق برضه، بيقول تصريح غريب جدا. قال ايه بقى شريف اكرامي؟ ركز معايا وانا عندي مجموعه تانية من الاخبار، ولكن هبدا بشريف اكرامي اللي هاجم مبادئ النادي الاهلي بطريقه غريبه. هنسمعها مع بعض ونرد ونحط ميزان العقل في التصريحات. شريف اكرامي بيقول، هو بيتكلم على رمضان صبحي يعني ورجوع للنادي الاهلي، بيقول لو هتقول ان رمضان صبحي مش هينفع يرجع النادي الاهلي بسبب الجمهور اللي هيهاجمه، هوافق على الموضوع ده. يعني لو هتقول ان ما ينفعش يرجع علشان الجمهور مش هيتقبله، هو موافق. حلو. وتاني بيقول لو هتقول ان رمضان صبحي مش هينفع يرجع الاهلي عشان كبرياء المسؤولين في الاهلي يمنعهم من التفاوض معاه لانه اختار بيراميدز، برضه هوافقك على هذا المبرر. كلام محترم جدا لحد دلوقتي، امال ايه المشكله؟ طبعا انتوا عارفين برضه ان شريف اكرامي ورمضان صبحي واحمد فتحي وقبلهم حسام عاشور اللي اموره بدات تصلح دلوقتي بعد فتره انه ما انتقلش اصلا لبيراميدز، وقبلهم كمان عبد الله السعيد، في مجموعه كده لا جمهور النادي الاهلي متقبلهم ولا مجلس الاداره، وفي علاقه قطع كامله في العلاقه مع هذه اللعيبه او هؤلاء اللاعبين. فتعالوا نكمل. بيقول لك بقى لكن هتقول ان قيم ومبادئ الاهلي لا تسمح. هقول لك انت كده بتناقض نفسك وتكيل بمكيالين. وانا هنا يا جماعه عايز مع حضراتكم كده نوزن الموضوع ونتسلى كده بهدوء ونشرح العلاقه اللي قالها الكابتن شريف اكرامي. هو ايه اللي بيسمح بانضمام لعيبه للنادي؟ تاني، ايه اللي بيسمح ان لاعب كده ينتقل للنادي؟ رغبه جماهيريه صح كده، وقرارات اداريه، هو ده المعيار. قرارات اداريه لانها كده كده هترجع للمدير الفني يقول لك انا عايز اللاعب ده فنيا، فالاداره تروح تخلص. وطبعا رغبه من الجماهير، يبقى دي العلاقه اللي طبيعيه في التعاقد النادي اي نادي في الدنيا مع اي لاعب. طب هنا الكابتن شريف اكرامي بيقول ان الجمهور هيرفضه ومجلس الاداره هيرفضه، ولكن مفيش حاجه اسمها قيم ومبادئ النادي الاهلي. ما انت كده بتكلم مكيالين. هي قيم ومبادئ الانديه عباره عن اشخاص ولا عباره عن حيطان ولا عباره عن ايه؟ يعني ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ هل هي كلمه ليها شخص كده، هذا الشخص هو قيم ومبادئ النادي الاهلي يرفض، يعني مجلس اداره النادي الاهلي يرفضوا رمضان صبحي والجماهير ترفض ويطلع واحد اسمه القيم والمبادئ من بعيد كده هو كمان ليه صوت معاهم؟ قيم ومبادئ النادي الاهلي لا تتمثل في الشخص، هي قرارات. وقيم ومبادئ النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي كبير بتعود للضلوع ديت، ترجع لضلع الجماهير في القبول والرفض اللي هتشوف بالمناسبه. وانا عايزكم تكتبوا هل تتقبلوا عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي ولا لا؟ فده ضلع منها مهم جدا ان الجماهير ترفض، والضلع الاخر هي مجالس الادارات بترفض في عوده هؤلاء اللاعبين. على سبيل المثال زي عصام الحضري، زي اسامي كتير جدا رحلت عن النادي الاهلي ورفض النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي رجوعها. فاذا قيم ومبادئ النادي الاهلي مش شخص بيحضر اجتماعات مجلس الاداره بيتم اخذ رايه، هي قيم ومبادئ النادي الاهلي ديت حاجه انت حضرتك حسمتها، يعني هي ضلعين مهمين الجماهير والاداره. فخلاص انا مش فاهم الحقيقه التصريح. وفي الاخر بيقول رمضان صبحي لم يخطئ حتى يعتذر لجماهير النادي الاهلي، هو اصلا ما اخطاش. فجماهير النادي الاهلي طبعا ده ناديكم وانتم منوطين بان انتم تردوا، انا بس بوضح لكم الموضوع بقول وجهه نظري، لان هو جاب الضلعين اللي المفروض يتكلموا، اللي هو مجلس الاداره قال لك هيرفض وجاب الجماهير قال لك هيرفض وقال لك لكن ما فيش قيم ومبادئ، وقيم ومبادئ ديت يبقى انت كده بتكلم مكيالين ما فيش حاجه اسمها كده. ما هم دول القيم والمبادئ، هو رفض اللاعب هي دي القيم والمبادئ. واللاعب ما اخطاش، لا اخطا. سيف فاروق جعفر لما رحل من نادي الزمالك هو يوسف اسامه نبيه وانتقلوا للبيراميدز، شوف علاقه الجماهير معاه عامله ازاي. اللاعب لما جه بعدها قعد شهر ولا اتنين، ده يوسف سيف فاروق جعفر لما ندم ما لحقش، يعني يا دوب لبس التيشيرت ندم، راح على طول رجع لنادي الزمالك، فالجمهور تقبله. يوسف مش متقبلينه ومش هيخش النادي، ده جمهور الزمالك. ففي حاجات كده
روح بص على العلاقه مع امام عاشور بعد رحيله من نادي الزمالك. فانا سايب التعليق ده للجمهور. في اجتماع الحقيقه انا كنت مستني ان هو ينتهي في مجلس اجتماع لمجلس اداره نادي الزمالك. الاجتماع بدا بعد الفطار عشان ياخدوا قرار نهائي في موضوع اقامه مباراه القمه في السعوديه. النادي الاهلي طلب 2 مليون دولار من اجل الموافقه على انه يلعب المباراتين في السعوديه. رابطه الانديه عرضت مليون دولار فقط للنادي الاهلي، النص يعني، مبلغ برضه مش بطال. ولكن لحد هذه اللحظه في اجتماع مش عارف هيخلص امتى، ممكن يكون في الفيديو اللي انا بعمله لحضراتكم دلوقتي ده الاجتماع خلص. ولكن لحد اللحظه لسه ما اتفقوش على فكره ان هم يلعبوا المباراه او مش موافقين. في اتجاه قوي جدا لتحسين العلاقات ما بين الاهلي والاسماعيلي، وفي صفقات تبادليه ما بين الناديين. كشف نصر ابو الحسن، وعلى فكره قبل ما اقول تصريحات الاستاذ نصر ابو الحسن رئيس الاسماعيلي، حاجه روعه جدا. الاسماعيلي يا جماعه اسم كبير وضلع كبير، ولازم نهدي المناخ الرياضي، ولازم التعصب الموجود ده يهدى. الاستاذ نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي بيقول ان علاقته جيده جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، وبيقول لا يوجد خلافات حاليا مع القاره الحمراء، ونخطط لاستضافه النادي الاهلي في الاسماعيليه وفي نادي الاسماعيلي. وقال كمان نصر ابو الحسن هناك عصر احتراف حاليا، وانتقال لاعبين من الاسماعيلي للاهلي امر طبيعي، وانتقال لاعبين من الاهلي للاسماعيلي برضه امر طبيعي، ولا امانع في انتقال عبد الرحمن مجدي للاهلي اطلاقا يعني. واضاف كمان نصر ابو الحسن هناك مخطط لاستضافه مجلس اداره النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم خلال المرحله المقبله في الاسماعيليه، ونقوم ايضا بزياره النادي الاهلي لانهاء فكره التعصب بين جمهور الناديين. في مجموعة من اللعيبة هيحصل بينهم تبادل كده، في لعيبة هتروح النادي الأهلي وفي لعيبة هتروح النادي الإسماعيلي. يعني اللي عرفته إن اللاعب عمر الساعي نجم الإسماعيلي لمواليد 2003 احتمال كبير جدا نشوفه في النادي الأهلي، واللاعب كريم نيدفيد احتمال كبير جدا أيضا نشوفه في النادي الإسماعيلي، وليه الأولوية في حالة رحيله عن النادي الأهلي، ممكن يطلع على سبيل الإعارة للإسماعيلية. الاهلي كمان زي ما قلت لحضراتكم بيرفع شعار طالما هلعب اتقدر، وزي ما قلت لحضراتكم في الخبر السابق ان هو طالب 2 مليون دولار ورابطه الانديه عرضه مليون. كمان الزمالك بيبحث عن حل وسيط لحل ازمته مع المدير الفني السابق جيمي باتشيكو، وطبعا الموضوع لازم اخره 30 ابريل. لو الموضوع لم ينتهي كمان مع فرجان ساسي ومع جيمي باتشيكو، الزمالك هيتم ايقاف القيد لفتره ثانيه، والزمالك كان الله في عونه. يدرس مسؤول نادي الزمالك البحث عن وسطاء لانهاء ازمه البرتغالي جيمي باتشيكو والمدير الفني للزمالك من اجل الوصول لاتفاق معه مرضي يقضي بجدوله مبلغه المالي او تخفيضه لازدال الستاره على هذا الملف نهائيا، على غرار ما حدث في ازمه سبورتنج لشبونه ونادي الزمالك اخر ميعاد ليه 30 من ابريل بسبب مستحقات البرتغالي. وكشف مصدر بنادي الزمالك ان المسؤولين يحاولون التوصل لحل ودي مع باتشيكو قبل 30 ابريل، وهي المهله الاخيره والمحدده لدفع مستحقات باتشيكو قبل صدور الايقاف. المبلغ كام؟ المبلغ 450 الف دولار. دي كده اغلب اخبارنا، مش هطول عليكم يعني، ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بقى في مباراته النهارده. انا بقول بعد يعني ساعات خلاص، انا خلاص داخلين على يوم الجمعه، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لنادي الزمالك باذن الله يوم الاحد، ويا رب باذن الله نلتقي كده اهلي وزمالك على نهائي السوبر الافريقي ما بين بطل دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي وبطل الكونفدراليه نادي الزمالك. تحياتي واحترامي، كل سنه وحضراتكم طيبين.